ورحمة الله وبركاته. Thank you.
بسجل من زمن في يوم 1/8/2013 في وقوف هنا في وسط ناس جميلة زي اللي موجود قصادي كمان عوض لهم اللقاء ده بلقاء جديد ما يكونش حضروه قبل كده ويكونوا هم ضيوف الشرف فيه قدم لقاء يعني جديد ونقدمه لأول مرة في المحافظة هنا وكان بيطلب مني على مدار سنين كتيرة لورا كنت مأجله كده قدام لكن هقدم جزء منه عشان ما تقولوش كله هقدم جزء منه احتراما وتقديرا وحبا للروح الجميلة والمشاعر الجميلة اللي شفتها في اليوم دي وأتمنى تكون المفاجأة عجبتهم وأتمنى تكون لفتة كده كويسة تنتعبهم وإن شاء الله كمان تكون الحاجة اللي بتدير اهتمامهم.